الشعب ما بغيناش يكون واعي، بغينا يكون مكوخ. ديروا لهم افلام ومسلسلات وزيد كومات تافهه باش يزيدوا يتكرهوا اكثر واكثر. المكتوب، شكون اللي ما سمعش بالمسلسل المغربي المكتوب في رمضان اللي فات؟ هذا المسلسل فراه حصد نسب مشاهدات كبيره، والمخرج ديال المسلسل هو علاء أكعبون، والسيناريو الفتين اليوسفي. الأحداث ديال الفيلم كتدور على واحد العائلة بغات تحافظ على الإرث ديالها، وقرروا يتزوج واحد من الشخصيات اللي سميتو عمر المعطاوي بمرض خوه اللي مات. ولكن عمر ما كانش باغي يتزوج هاد خيتي هادي، حيتاش كان كيبغي واحد البنت سميتها هند. المسلسل حطم أرقام قياسية في المشاهدات، واللي ما عمر حتى شي عمل مغربي حصد هاد الارقام الخياليه. وهذا الشيء ظهر لنا في واحد من الحلقات ديال هاد المسلسل هذا، واللي حصدت 7 مليون مشاهده في اقل من 24 ساعه. وهذا الشيء اللي خلى الانتقادات تزاد بسبب الشهره ديال المسلسل، وخرجوا رجال الدين ومن بينهم الشيخ ياسين العمري، واللي كينتقد المسلسل وكيقول بلي المسلسل كينشر افكار سلبيه في المجتمع. اهل الباطل ذلك لينشروا مذاكراتهم في ذلك. يقتلقي العباد الله محرشين عليهم كلب من الكلاب في الاعلام. بالنسبه لي كلاب الاعلام هو المسلسلات والافلام والدراما وبعض البرامج. يقتلقي عليهم واحد المسلسل ديال الشيخه. ياك نعمس. احنا المغاربه ملي المراه فضلا عن الرجل، المراه ملي كتسمع كلمه الشيخه لحما تيشوك. هي كتسمع الحماة تيشوك، وهما باغين عباد الله أن تطبع مع هذا المنكر. حيت كنجيبو الخبار، واخا ما تنتفرجوش، لكن أنت خصنا نجيبو الخبار. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فكيبيلو على اعتبار أن بنتها وكيضايقوها الوليدات والتنمر وأمك شيخة وكذا، لكن البنت تبتات وقفات. نعم أسيدي، وقرات كتفتخر بلي راه امها شيخة. ياك نعمس. كيقول لك لا، راه هذا هو الواقع، هذا الواقع اللي كتعيش فيه انت. الا قالنا هذا الواقع، قولي الواقع اللي كتعيش فيه انت. دربكم في شي شيخة، وانت دربكم في شي شيخة، انت دربكم في شي شيخة. هاد ثلاثة الدروبة بعدا ما فيهم الشيخة، فين الواقع اللي كتهضر عليه انت؟ هنا غادي يخرجوا واحد الفئة من الجمهور اللي مع ياسين العمري، واحد الفئه اخرى ضده. كتقول هاد الشريحه ديال الجمهور اللي ضده بلي ياسين العمري استغل الشهره ديال المسلسل باش يتشهر حتى هو. باش نصيفطو ديريكتومون للسيد كونسيرني. دابا السيد انت كدير الندوه ديالك وكيتفرجوا فيك شابات وشبان، اختاروا انهم يتصنتوا لك ويتبعوا الاسس الدينيه. غير هو حنا كنكونوا طروكين حتى كنبداو نتلقاو ميساجات في الكومونتيرات او ميساج بريفي بالسبان باقصى وابشع الالفاظ، وكنعرفوهم جايين من عندك حيت كيكتبوا التحيه للشيخ فلان فلاني، وكيزيدوا ايه قرانيه فالكافرون ولا شي حاجه بحال هكا. دونك عرفنا الميساج منين جاي. اسيدي راه ما يمكنش اولا خاصك تبدا معاهم بعدا واحد 4 سنين ولا 10 سنين ديال الترابي اللي ما رباهمش والديهم. ديك الساعه شوف على فوق دوك الترابي اللي هما كيتمشاو على العالم، الترابي الاسس العاديه، عاد كنركبوا عليهم الاسس الدينيه. وملي سولوا رفيق بوبكر علاش شارك في هذا المسلسل هذا، قال لهم وجاهم من الاخر راه محزوقه القضيه عنده، جا لانفيتاسيون من المنتجين ديال المسلسل وقبل بجوج ديال الجمال ونطويو هذا الملف. ومن الاحسن ما ندخلش فيه لانك غير مؤهل لا دينيا لا فنيا. الجمله الاولى هو ان الاستاذ الياس العمري، ماشي الياس العمر، العمر شي حاجه، هو سميتو العمري ياسين العمري جو كوا. اللي انا بيرسونيلمون انا شخصيا كنت من المتابعين ديالو، لانه عنده واحد يدعو الى الله بواحد الاعتدال جميل. يدعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه. اكيد اكيد، وتا هو معتدل يعني، هو ماشي شي متشدد. فهو عنده ولكن الهجوم، اسمح لي سي رفيق، الهجوم. لا ماشي مع جوك انا على سمع. لكن انا ما كنطلب منك حتى حاجه. رفيق جوج جمال، جوج ديال الجمال. الجمله الاولى هو ان الاستاذ ياسين العمري من حقه انه يبدي الراي ديالو اكيد كاي مواطن بلاتي في المنتوج الفني
ولا الضامي تبغى يبقى من حقه. نعم حكومة. والفنانين انت هما من حقهم انهم يشتغلوا. ولكن انك وسدوا الملف. لا 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 ما نسدوا لا ما غنبقى نجاوب حتى شي حاجه. لا ما كنسولكش انا غير فقط هذه انت يا زاد المناسبه. انا مشغوليش وما عندي علاقه. لا لا رفيق انا معاك انا. وانا مالوفك. هذا ما نقول بصراحه. لا ما نكذبش. لا 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 ما مالوفي. ما قلناش لك راه ما قلناش لك عيطوا لي لا نمشي نصاوب شي لعيبه كناخذ الصيفه ديالي وكنمشي بحال هكا. هذا الشيء اللي كاين ما كاين. يا كولي. ما كاين وي وي. لا. المهم ما عليناش. هاد الجزء الاول راه فات. اراو نشوفوا الجزء الثاني اللي علنوا عليه واللي غادي يكون في هذا رمضان هذا وباش نشوفوا واش تبدل شي حاجه في المسلسل يلا ونشوفوا التريلر ديالو كما كتشوفوا هذا هو التريلر ديال الموسم الثاني من المسلسل كان كيحسب لي بنتي غتفرح وتعيش مزيان ولكن كما كتشوفوا من العنوان اللي دايرينه في اسميتو في التريلر كيبين لنا بلي هما ما مسوقينش العامري وضده يعني شادين معاه الزكير والعنوان هو صراع الشيخه حليمه وعائله المعطوي المستمره في الجزء الثاني يعني ما قالوش صراع حليمه مع عائله المعطوي قالوا الشيخه يعني شادين الزكير مع سميتو مع العامري ما مسوقينوش كتب اللي غيدوز عليها وعليا عمره ما يطيح لكم في البال يمكن شخلي هاد الملقطه تزيد دورتو في النكسه من هكا براك راه انت مرت الراجل وراه الا ما شديتيش الطريق راه ما غيعجبك حتى شي حال كما كيبينوا لينا في المسلسل راه باقا شي عداوه مع الشيخه يعني ديك حليمه ولا ما عرفتش شنو سميتها مع العائله ديال المعطاوي شي حال شتي القلب اللي من جهتك تقلحتو شحال هادي ودابا حيدت الروح واش هذاك الولد ولدك انت وبرت الشيخه ولا لا كدير تحمل وانا عامل وصرف ما تجمعت انا وياه تحت سقف واحد واش دابا انت تقتلي ميت وتمشي في بلاصتو اكزاكتومون بغيت نولي شيخ واخا هنا كما قلنا قبيله فراه هما باقين شادين في الفكره ديالهم ليدي ديال المسلسل يعني راه ما بدلوهاش كما كتشوفوا هاد البنت هادي قالت لهم اليوم بغيت نولي شيخه ولا ما عرفتش اش قال يعني راه هذا المشهد يقدر ياثر على الجمهور يعني خصوصا الجمهور الناشئ يعني فهمتيني يقدر تجي دابا واحد البنت صغيره وتقول لك راه بغيت نولي شيخه نشوف انت خدير ماشي تاش تاجر واخا دير تاش دير الدنيا والدو هذاك باش نمشي هادشي اللي وصلك راه غنهب هو ان شاء الله مازال توصلك العجاجه ملي تسخن ولكن الاشاره انا شخصيا انا ماشي مع الشيخ ياسين العمري ماشي مع مسلسل يعني حيتاش الا جينا راه الشيخه والشيخ فراه هما كتجمعهم واحد اللعيبه وحده اللي هي كيترزقوا على الله حتى هما فهمتيني تابعين الفلوس وصافي الشيخ راه كترزق على الله والشيخ حتى هو كيترزق العجاجه ملي تسخن بلاصتك سير بحال ما غادي يجي لك البوليس اليوم غادي نقول كلشي المكتوب الجزء الثاني وراه هذا هو التريلر ديال الموسم الثاني ايوا الا ما بغيتوش المكتوب فخاصكم تقاطعوه فراه شي حاجه الا قطعها الجمهور ما غاديش تستمر يعني المكتوب الا قطعتوه ما غاديش تدخل ارباح المنتجين ديال هذا العمل هذا وهنا غادي يوقفوا الانتاج ديال المكتوب هذه هي النهايه ديال الحلقه ديالنا اليوم ما تنساوش لايك وكنتمنى تشتركوا في القناه باش نوصلوا 1000 مشترك عما قريب وخليو لينا الاراء ديالكم في التعليق وشكرا جزيلا اللي كتعيش فين انت دربكم في شي شيخه وانت دربكم في شي شيخه تدربكم في شي شيخه ثلاثه دروبه بعدا ما فيهم الشيخه فين الواقع اللي كتهضر عليه انت ولكن غنجيو نقلبو نلقاو دربكم في واحد المرا شيبانيه تقرا القران ونلقاو دربكم في واحد العدد ديال العائلات الشيبانيه تقراو القران شيبانيه ونلقاو في دربكم واحد العدد ديال العائلات الشيبانيه تقراو القران هل واقع علاش ما يديروش ناش عليه مسلسل ولا هذا المسلسل ما كيجيبش فلوس ما كيفرش في رمضان لا هذا هو الواقع فاهل الباطل ملي كيشوفوا اهل الحق ساكتين الرقعه قلت لك وحده تنضربوا عليها كاملين فإن صمت فيها أهل الحق عن حقهم فسيأتي أهل الباطل لينشروا باطلهم
والمدافعة كتكون على حسب شحال زدنا حنا وشحال زادو هما. ورمضان هذا شهر ديال الشهر رمضان، الناس المسلمين العاديين يقول لك شهر القرآن، شهر الصيام، شهر الطاعة، شهر القيام. هذا المسلم العادي، المسلم العادي ولا أقلية الشرفة، هذا المسلم العادي ولا أقلية. أنا وليتي كتقول لي رمضان يقول لك شهر الكارطة، شهر ديال الزهو، شهر ديال الماتشات، شهر ديال الأفلام، شهر ديال المسلسلات، شهر ديال النشاط، شهر ديال السهرات، شهر ديال الخروج، شهر ديال الدوران، إلى آخره إلى آخره. يقدر ما يقولهاش بلسانه، لكن وراء التراوح ملي تكونوا راجعين لوحوا عينيكم وشوفوا نوعية الناس اللي خارجة.